المحكمة كان بودها أن تقضي بأقصى عقوبة مقررة حتى للبالغين وهي عقوبة الإعدام، إلا أنها تأسف أشد الأسف لعدم وجود عقوبة في القانون العقابي المنطبق على المتهمين أشد من التي تقضي بها، وتقف عاجزة أمام القيد القانوني الوارد بنصوص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996. ولما كانت المادة الثانية من قانون الطفل قد نصت على أنه يقصد بالطفل في هذا القانون كل من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة، وعملا بمقتضى نص المادة 111 من ذات القانون على أنه لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه 18 سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، ومع عدم الإخلال بحكم المادة 17 من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه 15 سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن الذي حده الأقصى لا يزيد عن 15 عاما. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بالسجن 15 عاما لكل منهما مع النفاذ. رفعت الجلسة.